لو احنا بصينا بقى على رضا المواطنين من الخدمة، طبعا هنا الأرقام أنا الحقيقة بشكل مباشر يعني هقول ان انا مش هلجأ قوي للبيانات اللي بتطلع بشكل رسمي، لانه بيانات الرضا دي ما ينفعش بالذات انها تتاخد بشكل عملي من مقدمي الخدمة، بس نقدر نقول بشكل يعني عام انه في رضا كبير جدا من المواطنين فيما يخص خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، اللي هي عمليات، اقامة في المستشفى، حاجات اللي من هذا النوع. ليه؟ لان هم بيدفعوا فلوس قليلة جدا فيها وبياخدوا خدمة بجودة نسبيا مرتفعة في مكان جيد يعني بأجهزة وفريق طبي مدرب. فأي عيان بيوصل لمرحلة إنه هو محتاج يعمل عملية أو ياخد أو يقعد في المستشفى لفترة أو يتعالج في المستشفى، بنلاقي نسب الرضا هنا مرتفعة بقدر كبير. لكن عدد المرضى دول كنسبة من إجمالي المرضى مش كبير قوي، يعني وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية مثلا بنتكلم في ان هم مش هيزيدوا عن 10-15% من المرضى.